أهلا بحضراتكم من جديد. وصلنا لآخر فقراتنا في هذا الصباح وهي فقرة الصحافة، بينورنا فيها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الجالي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بيكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير إن شاء الله. وحضرتك طيب، وخلاص أيام قليلة جدا بتفصلنا عن عيد الفطر المبارك. يا رب يعني مصر رب. والأمة العربية والإسلامية كلها بخير يا رب. يا رب. اسمح لنا نبدأ على طول تناول المقالات والصحف اللي موجودة معانا النهاردة. هنبدأ من مجلة روزا اليوسف، مقال رئيس تحرير المجلة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد الطهري تحت عنوان عرائس تحركهم العمم من الإسلام السياسي السني إلى الإسلام السياسي الشيعي، التيار القومي في بيت الطاعة. تطرق هنا كاتب المقال لما يحدث في قطاع غزة، يعني تحدث فيه بشأن مفصل. قراءة حضرتك لهذا المقال في افتتاحية روزا اليوسف. يعني بالفعل أنا بتفق مع الأستاذ أحمد الطهري في بعض التفاصيل الخاصة بمشاهداته على ما يحدث. احنا بنتكلم من قبل 10-12 سنة، موضوع ثورات الربيع العربي وكيفية الضحك على عقول الناس لهدم الأوطان، وبالتالي كان الربط هنا كان ربط مهم بين انك تبقى بتحافظ على وطنك وبتحافظ على مقدرات الوطن، وممكن ان تهلك هذا الوطن بسبب مثلا مطامع سياسية او تحقيق مغانم سياسية على، وده اللي دايما حتى القيادة المصرية بتحذر منه، وهو ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية. وبالتالي المشاهدات في هذا المقال كانت مشاهدات مهمة، سواء وهو بيتحدث عن الإسلام السياسي، عن موضوع المادة أو الإسلام أيضا الشيعي، وكل له مآرب لتحقيق مآربه على أنقاض الأوطان. وبالتالي كانت يعني رؤية مميزة للكاتب الأستاذ أحمد الطهري في هذا المقال، وربط بما يحدث من أشياء مهدت الطريق إلى يعني الاحتلال ونتنياهو النازي، لأن يعني يتشبث بالسلطة، وضعت له يعني طريقا للتشبث بالسلطة في أمام شعبه الإسرائيلي. يعني فكرة عدم التمسك بمبادئ واحدة حتى لأصحاب مذاهب معينة، واستخدام هذا الأمر كذرائع لتحقيق المكاسب، هو أمر شائع يعني على حساب الأوطان. يعني بالزبط. على حساب الأوطان، هو المقال يستهدف الحفاظ على الأوطان، عدم التضحية بالأوطان في لتحقيق مغانم أو مكاسب شخصية ضيقة، ولكن النظر لأبعد من ذلك. نعم. طب هنكمل في الحديث عن قطاع غزة وفي الملف الفلسطيني تحديدا، معنا هذا العنوان من جريدة الوطن: الأمم المتحدة تصوت على قرار محاسبة إسرائيل على جرائم حرب. من الوطن أيضا هنقرأ هذا العنوان: تنفيذا لتوجيهات الرئيس، مصر تساند أهالي غزة برا وجوا. هذا التحرك الدولي في الملف الفلسطيني يا أستاذ محمد، والدعم المصري لتقديم المساعدات الذي لا ينقطع، وحجم المساعدات لوحده بيبرز مدى أهمية القضية الفلسطينية لمصر وللشعب المصري، ومدى الدعم اللي بتحظى به من مصر. تعليق حضرتك على النقطة دي. يعني قلنا ونكرر أن مصر، ما قدمته مصر لصالح القضية الفلسطينية، لم يقدم ما قدمته مصر قيادة وحكومة وشعبة يعني بكل شفافية وبكل وضوح، لم تقدمه أي دولة في العالم لصالح هذه القضية الفلسطينية. مؤخرا مصر عن طريق الهلال الأحمر المصري قامت بإنشاء 6 مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عن طريق البر والبحر والجو. موضوع الإنزال ده، الإنزال الجوي في غزة، ده كان آخر حاجة عملتها مصر. وده زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن طبعا الإجراءات المتشددة وتفتيش المساعدات والوقت الطويل التي تأخذه قوات الاحتلال لتفتيش هذه المساعدات بيحول دون أن تصل هذه المساعدات بكثافة إلى الشعب الفلسطيني، وهذا ما يؤكد دائما عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الدوليين. شفنا موقف مصر من موضوع الأونروا، وأنه الدول التي اتقطعت علاقتها مع الأونروا هي بتمثل عقاب جماعي للشعب الفلسطيني، تراجعت
عدد من الدول مثل اليابان. شاهدنا كلمة المندوب الروسي في مجلس الأمن وعندما دفع على الأونروا، وبدأت الدول مرة أخرى يعني تعود إلى الأونروا وتدعم هذه الوكالة الإغاثية المهمة، اللي يعني نحن نتكلم في حوالي أكثر من 180 مسؤول أممي قتلوا في العدوان الإسرائيلي على غزة موظفين، ولم تعاقب إسرائيل. ويعني شفنا كل، فمصر قدمت الكثير لهذه القضية ولا زالت تقدم. مصر كانت سباقة في أن يتشكل رأي عام عالمي ضد إسرائيل، بعد ما كنا بنتحدث عن الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في الإعلام الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، لكن مواقف الدول تعدلت من نفسها بسبب الموقف الصلب للقيادة المصرية والموقف الداعم للشعب المصري لقيادته في هذا الأمر أيضا. إذن القضية الفلسطينية قضية مفصلية، ويعني الاحتلال لن يرتدع إلا أن يجد نفسه وحيدا وسيجد نفسه كذلك، لأن كل العالم الآن يلفظه. حقيقي يعني في النقطة اللي حضرتك ذكرتها عن المساعدات يا أستاذ محمد، ربما كان التحرك المصري في هذا الشأن والزيارات للمؤسسات الدولية ورؤساء المؤسسات الدولية والأمم المتحدة وغيرها لمعبر رفح من الجانب المصري طبعا، كانت أكبر ما يفضح الحقائق ويثبت من الجانب الذي يتعنت في إدخال المساعدات. وعلى فكرة اللي تحدث عن يعني اللي أقنع هؤلاء المسؤولين الدوليين وصاحب هذه المبادرة هي القيادة المصرية وأجهزة الدولة المصرية، أن كل المسؤولين يذهبوا إلى معبر رفح ويشوفوا بعين الحقيقة. عشان كده شفنا مسؤولين دوليين من أسبانيا ومن غيرها من الدول، وحتى السكرتير عام الأمم المتحدة إزاي بيتحدث وهو بيكشف الوجه القبيح للجانب الإسرائيلي. فمصر عززت هذا، ومصر عملت على ذلك، ومصر فعلت ذلك وشكلت رأي عام كما ذكرت حضرتك بأنها تفضح الكيان الإسرائيلي الذي يستخدم آلته الإعلامية المضللة ووكلائه في العالم يعني تشويه الحقيقة بالتأكيد. طيب هنروح مع حضرتك للشأن المحلي يا أستاذ محمد، وهنقرأ من جريدة اليوم السابع هذا العنوان: 71 مليار و400 مليون جنيه استثمارات حكومية للصعيد في 2024. رقم كبير جدا ومبلغ كبير جدا، شايف حضرتك إزاي بيمثل اهتمام الدولة بتنمية الصعيد؟ يعني ده الرقم ده في 2023 2024 فقط، لكن احنا لو اتكلمنا عن العشر سنوات اللي من اول عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي او في 2024 ربما الاستثمارات في العام المالي الحكومية الموجهة ده في عام واحد فقط. نعم. لكن لو اتكلمنا في عشر سنوات احنا بنتكلم في 1.8 تريليون جنيه مصري وجهوا لتنمية الصعيد. احنا دايما كنا بنتحدث عن ان الصعيد مهمش ومهمل في العقود السابقة، وده حقيقي، وكنا نتحدث عن ان في مشروعات بتفتح ولا نسمع عنها شيء. لكن الان يعني حتى هذه المشروعات احنا بنتحدث عن انه حتى المحافظات الصعيد كانت محافظات طاردة للسكان، وكان شباب الصعيد واهل الصعيد دايما بيلتحقوا بالعمل في محافظات الوجه البحري والدلتا. الان تقلصت هذه الهجرة من ابناء الصعيد واصبحت في مشروعات في كل المجالات، بنتكلم عن تنمية زراعية، بنتكلم عن كل حاجة، وبنتكلم ايضا عن انه في الفترة المقبلة سيتم ضخ حوالي 7 تريليونات جنيه لتنمية الصعيد شماله وجنوبه وكل محافظات الصعيد. ارقام هائلة طبعا. وعشان نبقى فاهمين برضو التريليون بنتحدث عن 1000 مليار، عشان نبقى متخيلين طبعا الحجم المبالغ اللي بيتم ضخوها من اجل تنمية الصعيد. طب خلينا نروح مع حضرتك لامر اخر، يعني بمناسبة هذا الموسم الرمضاني موسم الدراما في مصر، من مجلة روزا اليوسف هنقرأ عنوان: نتيجة دوري النقاد 2024 الحشاشين وكريم ومرنا الأفضل ومليحة خارج المنافسة. إزاي شفت حضرتك الدراما الرمضانية هذا العام والأعمال المتميزة على شاشات المتحدة؟ أعمال متميزة وأيضا متنوعة بشكل كبير يا أستاذ محمد. يعني خلينا لو إحنا هنحط عنوان حقيقي لكل اللي إحنا شفناه من الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني ومن ساعة ما جت، ولكن هذا الموسم الرمضاني دسم وبكثافة أكثر، فهي تحمل على عاتقها مسؤولية الوعي ومواجهة التضليل. حي. للأمانة الشركة المتحدة
تسع يعني تحمل على عاتقها مسؤولية دراما الوعي ومواجهة التضليل، وبالتالي يعني وعيت الناس لحاجات كتيرة ما كانوش واخدين بالنا. لو احنا جينا شفنا القصة الكبيرة والجميلة للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال مسلسل الحشاشين، واللي بالمناسبة التف حواليه الجمهور المصري والعربي وبسبب حتى اللهجة المصرية اللي احنا بنتحدث عنها دائما انها قوة النعمة، وهو بيربط يعني بيقول للناس يا جماعة اعرفوا ان حسن الصباح ده زيه زي غيره من الامراء او المرشدين في بعض في الجماعات اللي بيزيفوا وعي الناس، وان هم ماسكين في ايديهم مفتاح الاخرة ومفتاح الجنة، وبيستخدموا القتل والترويع لارعاب الناس والتضليل والكذب كما تحدث من جماعات الارهاب و الظلام. يعني احنا لو شفنا في زي طيور الظلام اللي احنا بنتكلم فيها، ففعلا هو كان ربط مهم، والناس حتى تتكلم انت ليه الناس تخفي شخصيتك، ليه الناس ما تواجهش الفكرة بالفكرة. هذه الجماعات كانت تواجه الفكرة بالقتل والترويع، وبالتالي المسلسل سلط الضوء على موضوع مهم جدا، وهو ان انت ما ينفعش تلغي عقلك، ما ينفعش تمشي ورا حد هو اللي بيقولك ده مفتاح الجنة وده مفتاح الاخرة، لازم تقبل الآخر المختلف في الدين وفي الأفكار وفي كل شيء، وتقبل أن أنت كمواطن في أي بلد تقبل بقوانين هذه الطبيعة وبقوانين الأمم. وبالتالي المسلسل من أنجح، وما تتوقفش أبدا عن أعمال عقلك، يعني ما تسلمش عقلك لحد هو اللي يقول لك تمشي كده أو تمشي كده. بالفعل ما تسلم. فدي بصراحة يعني تحية للشركة المتحدة لإنتاج هذه الأعمال الضخمة، وأكدت على أن الدولة المصرية تملك الكثير من الأدوات اللي ممكن شفنا في الإخراج وشفنا في التصوير في المسلسل، وشفنا حتى على مستوى أداء الممثلين، يعني مسلسل ممتاز ومتميز، ويعني يجمع حتى الأعمال الأفكار ورسائل مهمة. يعني بمناسبة الوعي، حتى الأعمال الكوميدية برضو كان فيها رسائل مهمة جدا موجودة في خلال الحلقات، يعني شفنا ده في مسلسل زي بابا جي، وشفنا برضو في حتى الكبير قوي في برضو وجبة دسمة فراولة، طبعا المسلسلات اللي ربما برضو يعني في بالعكس بيناقش عدد من القضايا بشكل خفيف وكوميدي. حتى المسلسلات اللي على المنصات زي واتشت أو يعني زي لحظة غضب وكده، يعني تابعت المسلسل ده لحد الآخر، يعني أتمنى أن يبقى فيه جزء تاني ليه، ويعني مسلسل في إطار وقالب اجتماعي يعني مهم يعني حقيقي. طب هنكمل كلامنا عن المسلسلات، بس هنشوف من جريدة الوطن هذه العناوين. بنقرأ ريفيو: جودر، مصر تتربع على عرش الدراما. ردود الفعل اللي حضرتك شفتها على مسلسل جودر تحديدا وأعمال المتحدة في رمضان 2024 كيف تراها يا أستاذ محمد؟ الفانتازيا بقى اللي احنا كنا يمكن كنا نتكلم فيها دايما، وهي الربط ما بين الماضي والحاضر، وارتباط المصريين دايما موضوع فوازير رمضان، موضوع ألف ليلة وليلة، وبتربط ده بالوقت اللي احنا فيه. لا احنا أجيال تربت على طقوس معينة في رمضان، لما الناس دلوقتي لما بتشوف مثلا القنوات زي مسبير وزمان وغيرها من القنوات، وهي فالشركة المتحدة عملت لده الحقيقة بهذه الوجبة المتنوعة، ادت لكل مصري الحفاظ على الهوية المصرية، ارتباطه بالطقوس الرمضانية في قالب حديث، ويعني انا بصراحة يعني بقول هي ازاي قدرت تعمل ده كله في الوقت القصير ده، لكن هي معركة وعي حقيقية. الجمهور التف مرة اخرى حوالين شاشات التلفزيون المصري، فدي يعني ده مكسب مهم جدا، ومكاسبه المادية والمعنوية كبيرة جدا طبعا، وبترجع تصدر كل الأعمال المتميزة طبعًا. إلى الدول المختلفة الناطقة بالعربية وغير الناطقة بالعربية، وربما ده اللي يكون جديد في هذا الموسم. هنشوف برضو مع حضرتك فيما يتعلق بدراما رمضان من اليوم السابع، هنقرأ: صناع مسلسل سر إلهي، نصرة نموذج للمرأة المصرية القوية. أيضا من اليوم السابع: بدون سابق انذار، إيقاع فني محسوب بالمسطرة. إزاي شفت حضرتك المسلسلين دول وهم بينتموا لأعمال ال 15 حلقة اللي تميزت أو شفنا عدد كبير منها رمضان هذا الموسم؟ يعني أنا شايف إن التنوع والثراء في هذه الأعمال بيمنح الفرصة للممثلين إن هم يمثلوا وإن هم يشاركوا بعدد أكبر، يعني شفنا شباب وشفنا وجوه جديدة في مسلسلات ال 15 حلقة. ويمكن خليني برضو حضرتك لما جيت سألت في موضوع الحشاشين في مسلسل مليحة، وهي فكرة
هذا المسلسل انه بيتحدث برضه هيرجع للقضيه الفلسطينيه برضه اللي هي الشركه المتحده ما اغفلتهاش وتحدثت ازاي. هنا بقى بنتكلم على التوثيق والناس ازاي تشوف المعارك اللي قادها قادتها القوات المسلحه المصريه وازاي الدفاع. بنتكلم على مسلسل مليحه. على مسلسل مليحه. انا يعني انا رجعت لان كان السؤال عن الحشاشين ومليحه لكن اتكلمنا عن حشاشين ما اتكلمناش عن مليحه. فكان مسلسل مهم جدا فيما يتعلق بالتوثيق. كان مسلسل ان هو حتى ورانا قد ايه الابطال سينا اللي حاولت اسرائيل ان هي تشتريهم او كده لكنهم صمدوا واكدوا على ولائهم للدوله المصريه. فده كله كان غايب عننا وغايب عن الاجيال. فانا بحيي الشركه المتحده على هذا. فيما يتعلق بموضوع ال 15 حلقه قلنا ان هي فتحت المجال للممثلين وان الناس تمثل وان الناس ما يبقاش عندها زهق من المط في بعض المسلسلات. للامانه الشركه المتحده نجحت في ان المسلسل اللي بيحتاج انه يبقى 15 حلقه فهو بالفعل 15 حلقه مش هنمط ل 30 حلقه عشان يبقى رمضان ويبقى اعلانات جوه المسلسلات وزي ما الناس بتزي. لكن وما يحتاج ان يكون 30 او يبقى ليه اجزاء بعد كده. فبصراحه يعني تحيه كبيره للشركه المتحده اللي بتقود زي ما قلنا معركه الوعي والتوثيق والترفيه وكل هذه الاشياء. حقيقي هنروح كمان مع حضرتك للدستور، جريدة الدستور، هنقرأ منها محمد شاهين لحظة غضب. حضرتك كنت لسه بتتحدث عنه. لحظة غضب سهل ممتنع دون أي فزلجة. من الوطن هنقرأ صلاح عبد الله عتبات البهجة دعوة إلى الحب والتسامح. بتشوف المسلسلين دول إزاي أستاذ محمد والتنوع اللي حضرتك كنت لسه بتتحدث عليه في أعمال المتحدة في دراما رمضان لهذا العام وتحديدا لسه حضرتك كنت بتتكلم عن لحظة غضب وده اللي عرض حصريا على المنصة.